بسم الله والله أكبر. اللهم اجعلنا خير من آمن بك ووحدك وأحبك وقدرك حق قدرك. أمين يا سميع يا عليم. ناخذ الآية السادسة كما كنا بصدد الحديث عنها. ويعذب المنافقين il va les terroriser, il va les violenter, il va les comment dire, les maltraiter. ويعذب المنافقين والمنافقات و il va les châtier والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، يعني قاعدين يغذيو في ظن سيء تجاه الله. شفت اللي تو انتم تقولوا احنا امه اسلاميه، انتم ساكن بيكم سوء الظن بالله، ولهذا زايد مش ما تطمنوش روحكم بالكذب على انفسكم. انتم ما عندكمش حسن نيه بالله، بل سوء نيتكم خلاتكم ما تدافعوش عن المولى اللي هو مش بحاجه لينا. لكن لكل حال كيف تدافع عن المولى انت تقدم عربون وفاء لله، واذا كان ما تدافعش عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لا تعتبره رسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا وقت اللي ترى ناس انتقم للرسول وربما أقل منك ادعاء الإسلام صامتين نهار يلزم يضربوا ضربوا ولم يخطوا الضربة، انت الدنيا جبتك في الرياقة في كونك يعطيوك المال بأنه ربما يحبوا يشريوك يخطوا لك باش يشريوك، انت ديجا مشري ولا تعلم. اما وقت اللي يضمنوا لك حياتك والدواء بيختفوا وتاخو تمويل وان كان كنت مش بحاجه ما مش بحاجه ليك، انت في ظرف الشوماج انت لا خدمه ولا منصب لك، عجبتك المساله اركض والمال جايك، خدمات متوفره والهدايا من كل فن يا لن، هذا يقول لك مش متاع مقابلاش، مقابل يعرفوك اكثر من تعرف نفسك، اللي انت لست بمسلم. الاستعمار رغم الغرور ورغم ايذائهم لينا، وقت اللي يراو انسان صام كل ورك حنت تو الشهر هذا ارتاح وشريك ماشي، علاش؟ خاطر بقات فيهم يعني ريحة التمييز، يعرف حقيقة الناس. يقول لك هذا مداب في العسر اللي هو فيه وباقي أمين على صوم رمضان، أنت تعزق فيه الجبل لبعض لا يستويان يعني. ولهذا ما تستنقصش من تمييز الناس، والأمر معقد ولا بأس أن نرجو لكلام ينفع الناس والسلام.